يعني كان في صراحة ما أعرف أقول لك شو يعني، لكن إكسسوارات خاصة بالحيوانات أو غيره، مستحضرات عناية، يعني إحنا وصلنا لمستوى الرفاهية دي في السودان وقادرين نغطي الكوزماتيك حقتنا إحنا كسيدات أو من شامبوهات وعطور غيره، لدرجة إنه نشوف كمان العناية بالحيوانات وإكسسواراتها. هي الفكرة إنسانية أكثر من أي حاجة، يعني في الآخر الحيوان ده هو روح السيمس هيومن يعني. فمثلا إذا الكلب مثلا ما أخذ ما يتحمم بطريقة كويسة ممكن يجيه القراد، والقراد ممكن يوصل لين يموته. فهي الفكرة إنسانية أكثر من أي حاجة ثانية. دائما بنلقى بدايل، يعني في 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 الأسر البسيطة نلقى دائما بدايل، يعني الكلاب مثلا بتاخذ تطعيمات في وقت معين تستحمى بها، ففي أسر بتقوم تعمل شنو؟ بتعمل صابون بشكل معين وبتحمموا بها، فاستغنت عن المنتج الغالي بمنتج اقله. نحن كان فكرتنا بس نوري انه الحيوان محتاج عنايه، محتاج انه تجيب له صابون، محتاج انه تتحمم، محتاج انه اكسسوري زي في الكلاب مثلا ممكن يكون اكسسوري للحمايه، ما ممكن تخلي كلب ماشي ساي، يحتاج مثلا طوق عشان شويه يكون موضوع السيفتي يكون اعلى.